واحد من السكينه ديال البرانس القديمه. المشكل اللي تنعانيو منه هو مشكل الزبال، بحيث اننا تنتواجدوا هنايا فوق واحد المكان اللي كله هو اللي كله هو مليء بالقمامة، مليء يعني بالبقايا اللي تيخرجوا السكان. والسبب ان الشركه ديال اللي مكلفه بجمع النفايات تتقول بانها ما يمكن لهاش تجيب هنايا المعدات ديالها ما دامت الطريق هذه ما دايزاش. اذا ما يمكن لهم يجيبوا المعدات، يقول لك باننا حنايا يعني شوفوا دفتر التحملات، دفتر التحملات ما فيش بانهم غادي يدخلوا لواحد الطريق اللي هي غير معبده وغير باش يهزوا الازبال. واكثر من ذلك اننا عندنا هذا المشكل هذا تنعانيوا منه المدة طويلة، والسبب كما قلنا تيرجع باننا هنايا ما عندناش واحد يعني ان المسؤولين ما تيشوفوش فينا في هاد اللحظة، تيشوفوا فينا غير في الايام ديال الايامات الانتخابية اللي تتلقى فيهم بالمئات والعشرات هنايا تيدوروا علينا. علاش؟ لان هذيك اللحظة هما اللي يعني تيجيو تيهبطوا حتى لعندنا، ولكن ملي تفوت هذيك ديك المرحله ما تيبقى حتى حد يزورنا. ولكن بكل صراحه اننا هنا تنعانيو بزاف، لان يا للاسف هذا المكان هذا اللي هو تي 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 تيجي يعني بمحاده ديال المجال الغابوي، يعني يقدر هنايا نستمروه ونردوه واحد المكان للسياحه، نقدروا نديروه مزار هنايا، ولكن للاسف ما عندناش شي استراتيجيه، ما عندناش رؤيه، ما عندناش خطه. كما تنقول المواطن ما كاين للاسف، انه بقى منحاصر ومغلوق غير كيفاش يرد الخبزه ديالو، والمسؤول ما كاين، المسؤول تيعرف غير هذيك الايامات ديال الانتخابات اللي تيحضر فيها المواطن، تيولي عنده تيسوى الثمن، وهذا هو اللي كاين. اذا الحل كما تنقولوا هو ضروري هاد الطريقه هذه تدوز. الا ما دازت الطريق هذه راه ما كاين شي حل، الا ما دازت هاد الطريق اللي حنايا الان فوق منها راه ما كاينش شي الحل، لان هاد الطريق هذه تتهبطنا حتى الى حد القياده اللي قطعه الطريق ديال الاشقار. الا ترون ان العالم يحارب البعوض الناقل الامراض، اين انتم في نفس الوقت الذي نحارب فيه كل من ينقل الامراض؟ فيما نحن نعيش في محيط مزبله ولم تكن في الوجود في هذه المنطقه، كنت ترونها في هذه المنطقه العائله بالسكان، وفي اقرب وقت ممكن نعمل على نظافه مدينتنا جميعا. اين هو واد اللوكوس داخل هذه المدينه؟ اخذنا وعودا من مسؤولون في جماعه طنجه المدينه، اين نحن؟ لا نريد منكم الا العمل ذات مسؤوليه واضحه. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.